النهارده من محافظه الشرقيه، جاي النهارده عشان اطلع مع بتاع السيسي رئيس الجمهوريه ومحمد ابراهيم وزير الداخليه على قتله رفح، وبطلب من عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه شيل محافظ الشرقيه ما بيشتغلش خالص والمواصلات بسيطه في الشرقيه، بطلب من عبد الفتاح السيسي سكه حديد لصالح الحجر ومركز الحسينيه، وشكرا للرئيس السيسي.